يعني كالعادة شيف ضحى دائما سمي. بتقولي لنا أسرار، أسرار عن المطبخ، في الطبخ، تفاصيل كذا تسهل علينا بعض الأمور، لكن قولي لنا إيش سرنا اليوم؟ سرنا اليوم يا طويلة العمر سنحضر باذنجانة، هذه أيوه الباذنجانة، وسنضع بجيكي. عليها ملح. الملح وش طلع يا قلبي؟ مويه. مويه. هذه المويه طيب تساعدك ان الحين انا بقلي لك باذنجانه بدون ايش، حنجيب منديل حلو وحنشفها وحنقليها يعني بدون زيت، حنحط نقطه زيت وحتستوي، عرفتي؟ ها شوفي نشفي. هذه الاسرار او السر مكتوب بالتفصيل على الشاشه عشان بس خلاص بالكم. الحين لما تجين تقلين الباذنجانه طيب ما يحتاج انك تغمرينها بزيت، حتى اوفر واصح، يعني كل ما خففنا زيوت قد ايش نحط الملح؟ قد ايش المده يعني من يوم ما نحط شوفي الحين الملح انا كنت اسولف معاكي توها ثواني على بس طول شوفي طلعت طلعت السوائل. السوائل اي صرت تحطين نقطه زيت. اوكي نقطه، يعني الحين في فرق بين ما انا اغمرها بالزيت وبين ما احط نقطه، عرفتي؟ وبنفس الوقت حتطلع طعمها لذيذ. وعندنا مثلا قشر الباذنجان قطعته سووا فيه اقلوه وسووا قارنش، زينوا فيه اطباقكم، زينوا فيه مثلا فته الباذنجان، مثلا حطوه مع الفتوش، انا احطه مع الكبه المقليه. ترى ما في، شفتوا قلت لكم ما في شيء نرميه في المطبخ، هذا نفس قشر الباذنجان قشر الباذنجان حسوي فيه منه. قارنش قطعته كذا حلو. طيب أي. وحطه زينه. ممتاز ممتاز. حلو. زينه وخزينه في الله. المطبخ اشوف احد رامي شيء يا ويله والله يلا. جد. لا صح. شوفي يعني انت تقدرين تعطين من لا شيء شيء، هنا الفن، مو الفن اني انا اجيب اكليل الجبل ولحمه قيمتها 500 وماربل ومدري ايش، لا لا اني اجيب باذنجانه واطلع منها عروس. بالله في احلى من كذا وفي اسهل من كذا. طيب والله. يصير السر الاول في الباذنجان ايه؟ نرش عليه الملح بيخرج بس السوائل اللي فيه، ايه؟ بعدين نشوحها بالزيت ايه؟ تصير كرانشي وتتقلى من غير ما نغمرها في الزيت مدة طويلة. بس السر الثاني سر قشر الباذنجان ما نرميه، ولا شيء نستفيد منه.